فاليوم كنا عم نشارك بمظاهرة صارت من مسرح دوار الشمس لليو اس جي باليوم العالمي للعاملات المنزلية، وهيدا التحرك بس لنقول انه بدنا سن قوانين جديدة كرمال العاملات المنزليات. لو نظام الكفالة، لو نظام بتحس انه نظام يعني زي بتاع العبودية، كيف تبع العبودية؟ يعني مثلا كفيلك يعني مسؤول عنك، ممكن ما تسافر، ممكن تجي، ممكن ما تاكل، ممكن تقعد، يعني يتحكم في كل تفاصيل حياتك، حتى تفاصيل حياتك الدقيقة. يعني لو عندك اقرب الناس لإلك مثلا كصاحبتك ما ممكن تشوفها، او ممكن تطلع لوقت الدائرة او تعمله، فدي الاشياء اللي احنا بنواجهها في البلد. We live in Lebanon as in the big jail. We live in Lebanon as in the prison. We cannot go in the restaurant. We cannot go in the beach. We cannot swim. Imagine how it's beautiful now, but we don't have right to go in the good place to swim. مع العاملات المنزليات يلي عم بيتعرضوا لاضطهاد جسدي نفسي، بدنا المساواة بيناتهم وضد العنصرية اللي عم بتصير كانت نفسية ولا جسدية. الاضطهاد، العنصرية، التنمر اللي بتنمر عليك بالطريق، بالشوارع، بالشغل، بكل شيء، مثلا يا اسود يا ما بتف، يعني اشياء كثيره. ليبره 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 نحن شيء كرمال بيقولوا الناس انه اعطيني احترام، اعطيني باسبور تبعي، وعلينا اشتغل مروح، انه اشتغل اشتغل مثل اشتغل كله، بدي مصاري وبتاخد مصاري مني، بتاخد فرصة، بيقول بنام مني لا راش تقول 100% مزبوط. We want our rights.